نحن الآن ابتعدنا عن تعاليم الله سبحانه وتعالى. عبادات وكثير من المسلمين فيها إشكال، التزامهم بالتدين فيه إشكال، التجاؤهم إلى الشرق وإلى الغرب وتركهم أحكام الإسلام، والبعضهم إذا يريد يكون متدين بالطريقة المغلوطة الخوارجية رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. فوضع المسلمين هكذا: كسل، عدم عمل، عدم جد، عدم دراسة، عدم مطالعة، عدم طاعة لله سبحانه وتعالى. الأسواق مليئة بالغش، الفسوق والفجور منتشر بينهم، إلا القليل ممن وفى بعهد الله سبحانه وتعالى. فهذا الوضع المزري سبب أن الشرق والغرب يسيطر عليك، يسيطر علينا. إذا أنت ما تدرس، إذا أنا ما أدرس، إذا شبابنا ما يجدون، ما يشتغلون، ما يعملون، الآخرون يحققون، يشتغلون، يعملون، يصلون إلى التفوق العسكري، التفوق الاقتصادي، التفوق السياسي، وليس لهم دين فيذلون المسلمين، يريدون يبتزون المسلمين ثرواتهم. هذا الوضع راح يستمر. ليش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن أكثر من 65 سنة فلسطين محتلة، وهذا الاحتلال سيستمر إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. إذا غيرت ما بأنفسك، إذا غيرت ما بنفسي، إذا المسلمون غيروا ما بأنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يغير ما بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو البداء. أنت ما مغير ما بنفسك من الذنب، من الكسل، من الابتعاد عن تعاليم الله سبحانه وتعالى، اللهم يغير ما بالمسلمين. خلنا نغير ما بأنفسنا، الله سبحانه وتعالى أيضا يقدر تقديرا جديدا بإرجاع العزة إلى المسلمين. وفي حديث ما معناه أن المسلمون يعرضون عن الله وعن أحكامه فيعرض الله عنهم، ثم يعودون إلى الله وإلى أحكامه فيعود الله عليهم بلطفه وبرحمته.